نروح بقى للسوشيال ميديا، وطبعا الموضوع اللي الناس كلها بتتكلم فيه بطولة كأس الأمم الإفريقية لم ينتهي الحديث عنها بخروجنا منها. بالعكس، من أول ما خرجنا تقريبا والجدل بدأ يعني يثار على مواقع التواصل وبين الناس إيه اللي بيحصل، وخصوصا بقى بعد الاجتماع امبارح اللي كان في اتحاد الكورة واللي قرروا من خلاله إقالة المدرب طبعا روي فيتوريا اللي اتهم بأنه سبب في النتيجة المخزية دي والخروج المهين من بطولة كأس الأمم الإفريقية من دور الـ16. في بقى ديول كتير للموضوع. أولا تم الحديث امبارح في الاجتماع عن تعيين مدرب مؤقت. طيب يعني إيه دوره وإيه صلاحياته وإيه مهامه؟ ده سؤال. سؤال التاني، طيب الأسماء بقى المطروحة برضو كله مثار على مواقع التواصل الاجتماعي، في ثلاث أسماء: كيروش، هيرفي رينارد، أو دي سابر. وكيروش كمان يعني ناس بتتكلم عنه بشكل كبير قوي. ناس ثالثة تقول لك لا، محمد صلاح هو اللي هيختار مين هيكون مدرب منتخب مصر. ناس رابعة تقول لك طب هو أنتوا يا جماعة ما فيش غير المدرب الأجنبي، يعني نلف ونرجع برضو نعمل نفس القصة أو نعمل نفس المشكلة. تعالوا نشوف الناس قالت إيه على مواقع التواصل الاجتماعي. عندنا مثلا حساب اسمه ممدوح نصر الله اتكلم عن الثلاث أسماء دول: رينارد، كيروش، أو دي سابر. مين هيكون المدير الفني الجديد بعد رحيل فيتوريا عن تدريب منتخب مصر؟ تساؤل. التعليق اللي بعده، واحد بيقول أتمنى يكون رينارد، يعني ده هو بيرجح الاختيار ده. التعليق اللي بعده بيقول أتمنى حسام حسن، أو هو كاتب بس اسم حسام حسن. وناس كتير الحقيقة تفاعلت مع الطرح دوت وبتقول ليه النهاردة ما بنفكرش في الأسماء دي، أو ما بنفكرش في المدربين اللي ممكن يبقى عندهم حرفية عالية قوي وهم برضو خلفيتهم وثقافتهم فاهمين المنتخب وعارفين تفاصيله وعارفين كواليسه وعارفين اللعيبة، وعلى الأقل مصري عارف أهمية الكرة بالنسبة لنا وعارف الجمهور بيفكر في إيه وعارف إيه المهم لينا. تعليق تاني بيقول مورينيو فاضي، يعني لو احتستوا بقى أو اتزنقتوا روحوا المورينيو. طيب معانا كريم سعيد هاني عبد النبي ناقد رياضي. مساء الخير وأهلا وسهلا بحضرتك. مساء النور يا فندم، تحياتي لحضرتك وكل مشاهدين القناة. ايه رأيك بقى في تعليقات الناس على السوشيال ميديا ده أولا؟ ثانيا ايه اللي بيدور النهاردة داخل كواليس اتحاد كرة القدم؟ يعني هل محمد يوسف هو المدرب المؤقت الآن؟ ايه الأسماء المطروحة؟ ايه صلاحيات المدرب المؤقت اصلا؟ ايه اللي بيحصل؟ مش فاهمين. اقول لحضرتك في البدايه لازم نتفق على ان كره القدم لا يجتمع عليها الجمهور، يعني الجمهور بيجتمع دايما على القرار اللي بيشايفه من وجهه نظره، لكن داخل الكواليس او على ترابيزات مجالس الادارات احيانا بيحدث اشياء ما بيتمش الاعلان عنها. وبالتالي لازم احنا لما بنتكلم عن منتخب مصر ندعم قرار اتحاد الكوره في اقاله المدرب فيتوريا بعد النتائج السلبيه والصوره الذهنيه اللي طلعت بشكل سيء. طيب ندعم قرار الاقاله، لكن برضو لازم يكون في نوع من انواع الدرس المستفاد، فلما نجيب حد تاني نبقى تعلمنا من اخطائنا. هل المؤشرات دلوقتي بتقول ان احنا متعلمين من اخطائنا؟ خلينا نتفق على حاجه عشان خاطر الناس، بس يعني الى حد ما برضو مش قادره تقف على اسم محمد يوسف. الكابتن محمد يوسف لاعب بالنادي الاهلي ولاعب منتخب مصر، وكان احد القلائل اللي كانوا بمهاجرين في اوروبا محترفين، يمتلك من الخبرات الاداريه والفنيه مع النادي الاهلي الكتير، هو قدر يحصل على دوري ابطال افريقيا. فبالتالي انت لما بتدي لاعب او بتدي لاعب سابق الفرصه في ان هو يتولى مهمه، وما بالك ان هو كان مدير فني للنادي الاهلي وكان مدير كره للنادي الاهلي، جمع بين المنصبين، عنده من الشخصيه ومن الجينات جينات البطولات الكتير. فبالتالي انت لما بنتكلم عن اسم محمد يوسف اعتقد ان احنا ان احنا لازم كلنا نسنده. برضو محمد يوسف اسمه محترم جدا. كان المفترض من اتحاد الكره ان هو يطرح ثلاث اسامي او اربع اسامي ويتم الاختيار ما بينهم، لكن فكره ايوه، لكن هل هو مدرب مؤقت دلوقتي ولا ممكن يستمر؟ لا، هو خلاص هو قابل منصب المدرب العام او الرجل الثاني مع المدير الفني الاجنبي اللي هيجي. طب هو المدرب اللي هيجي دوت مش من حقه يختار مين هيكون معاه؟
لا، العنصر المصري دايما بيبقى من طرفنا، لكن العنصر الاجنبي سواء كان في مدرب تاني عام بيبقى اجنبي مع الاثنين المساعدين الاجانب سواء محلل اداء او مدرب حراس المرمى، فدول كلهم بيجوا اجانب مع المدرب اللي هيجي. لكن طب الحاجه التانيه اللي الناس بتسال فيها، هل محمد صلاح له دور في اختيار خليفه روي فيتوريا من بين الاسماء المطروحه ولا لا؟ خلينا نرد على حضرتك ان من العيب ان احنا كدوله او كاتحاد زي الاتحاد المصري لكره القدم نقول ان لاعب بيتدخل بشكل مباشر في اختيار المدرب. الموضوع ده صعب جدا ان انا اتقبله بشكل شخصي ان محمد صلاح بيكون ليه دور. ليه في ناس قالت لك ايه المشكله اما يتاخد رايه يعني يدلي بدلو؟ يؤخذ براي اللاعب في ان انا اشوف مين المدرب الكويس الكفء اللي انا اقدر اخده وكل حاجه، لكن القرار دايما لازم يكون من قرار من اتحاد الكوره. احنا دلوقتي يا جماعه عندنا هدف اكبر وهدف اسمى في 2026 ان منتخب مصر يكون في كاس العالم، فبالتالي لما بنتكلم على منتخب في كاس العالم لازم ندعم اي مدرب هيجي الفتره الجايه دي. محمد صلاح قال وجهه نظر اهلا وسهلا، لكن على ترابيزة مجلس إدارة اتحاد الكرة عليهم إن هم يختاروا الأفضل. طيب. المدرب اللي قدر بجد أو المدرب القادر بجد على إنه يكون. طيب مين بقى المدرب القادر بجد؟ هل هو مدرب بالضرورة أجنبي ولا ممكن مدرب وطني؟ ليه لأ؟ هم أعلنوا للأسف، هم أعلنوا خلاص إن المدرب أجنبي، وبالتالي إحنا دلوقتي نتكلم في صيغة المدرب الأجنبي، لكن المدرب المصري كل إنجازاتنا. لا بس هي فكرة لازم تبقى مطروحة لأنه عندنا كفاءات، وبعدين فكرة المدرب الأجنبي ما هي لم يعني برضه ما أثمرتش عن نجاح يعني ليه عودة خواجة هي ولا ايه؟ الكفاءات والنجاحات كلها حصلت مع المدرب المصري، وبالتالي احنا ما بنقولش لا، لكن برضو في اسماء اجانب جت فادت الكره المصريه وقدمت مستويات عاليه زي كارلوس كيروش اللي كان معانا في البطوله العربيه ونهائي امم افريقيا، زي هيكتور كوبر اللي قاد منتخب مصر لكاس العالم، زي بوب راتلي اللي جه بعد احداث بورسعيد وقدر ان هو يصنع منتخب من لا شيء، ما كانش عندنا كره قدم. لا، في مدربين اجانب افادوا الكره المصريه، لكن لما نتكلم عن المصري اكيد لكن طبعا محدش عمل زي حسن شحاته. كابتن حسن شحاته وكابتن محمود الجوهري طبعا. احنا كنا رايحين في 98 بطوله 98 منتخب غير مصنف في البطوله بنرجع بكاس البطوله. اعتقد ان الموضوع ده محتاج بقى هو ده هيكون دور كابتن محمد يوسف في الفتره الجايه. طيب بشكرك شكرا جزيلا الاستاذ هاني عبد النبي ناقد رياضي.